منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة أفرز مجموعة استثنائية من الشباب المبدع والمبتكر واللي حقق إنجازات علمية خصوصا خلال السنتين اللي فاتوا. واحد من الشباب دول كان المهندس محمود الكومي واللي ساب بصمة لامعة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بعد ما ابتكر الروبوت كيرا المتخصص في أخذ PCR البصمة الجينية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وابتكاره كمان روبوت إيلو اللي بيعتبر أول روبوت في العالم بيولد المية على سطح المريخ. محمود حكى قصة تفوقه وابتكاره العلمي في المنتدى، وأشادت بها السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. محمود دلوقتي معانا عبر الهاتف علشان يوصف لنا مشاركته الفعالة في المنتدى وإزاي استفاد منها. محمود صباح الخير، أهلا بيك. صباح النور، أهلا. صباح الخير يا محمود، يعني عايزين نعرف منك في البداية أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وده واضح طبعا من اختراعاتك ومن الجائزة اللي حضرتك أخذتها من جنيف، جائزة جنيف للاختراع. تقول لنا إيه أهمية هذا الذكاء الاصطناعي وترجمته في صورة الروبوتات اللي حضرتك ابتكرتها ييلو وكيرا؟ تمام. طبعا يعني اهميه الذكاء الاصطناعي، هو طبعا يعني العالم كله عارف ان اهميه الذكاء الاصطناعي، ان احنا داخلين على ثوره الذكاء الاصطناعي بالفعل، زيها زي الثوره المعلوماتيه بتاعت الكمبيوتر اللي كنا فيها قبل كده، وكانت ما كانتش مختصه بالمهندسين بس، لا كانت كل المجالات تقريبا كان محتاج ان هو يتعلم حاجه اسمها كمبيوتر او ان هو ياخد ICTL عشان ان هو يبدا يمارس عمله كده. فاللي هيحصل في المستقبل بالظبط نفس القصه، ان كل الفيلدز او كل المجالات تقريبا هتبقى لازم ان انا اتعلم الذكاء الاصطناعي علشان ان انا اقدر يعني امارس عملي او اكمل بصوره طبيعيه. وده طبعا يعني بينعكس عن كل المشاكل اللي انا يعني بحاول اعالجها، زي مشكله مثلا الجائحه او مشكله كوفيد 19 او اي جائحه كانت. ده كان في روبوت كيرا صح؟ ده كان في الروبوت كيرا. ده كنت بحاول ان انا احل مشكله طبيه او ان انا احد من انتشار العدوى، غير كده ان انا بحل مشكله ثانيه كيرا فيرجن 4 او كيرا الاصدار الرابع في مشروع تشخيص الطب المبكر بواسطه الذكاء الاصطناعي. اللي بيقوم بدوره ان هو بيقدر من خلال التعلم العميق يقدر ان هو يشخص الامراض في صوره مبكره، وده طبعا يعني هيقطع لنا شوط تفوق كبير جدا للتغلب على امراض زي امراض العائله السرطانيه. ان انا هحتاج ان انا اشخص في البدايه قوي، فانا مش هحتاج ان انا ادخل في مرحله العلاج الاشعاعي او الكيماوي. كمان من ناحيه تانية ان انا قدرت ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي برضه لحل مشكله زي مشكله الميه. ازاي ان انا هعمل انتاج لميه او بمعنى اصح مصدر ميه مستدام نقي في اصعب الظروف، ما بين يعني كوكب المريخ لو هنتكلم عنه حوالي 95% كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون، والباقي 5% دول ارجون واول اكسيد الكربون. فطبعا يعني مجموعه غازات صعبه جدا، الضغط الجوي صعب جدا، منخفض جدا، درجه الحراره منخفضه جدا، فطبعا تقريبا احنا بنتكلم في اسوء الظروف. فهنا الذكاء الاصطناعي بيقوم بدوره ان هو انا في اصعب الظروف اقدر ان انا احصل على مصدر مياه مستدام، وطبعا ان انا في وسط كل ده. فهنا انا بقدر ان انا اقول إلو، وإلو هنا معناها الحياه، ان الروبوت ده لما يكون موجود في مكان معنى كده ان ده هيقدر ان هو يبدا ان هو يبقى فيه حياه. فهنا طبعا يعني هنا طبعا بيتوقف اهميه الذكاء الاصطناعي، واعتقد ان احنا
أو يعني الحمد لله رب العالمين. وكان ده من اهتمام سيادة الرئيس، إن إحنا نقدر نوري العالم كله إن إحنا بنستخدم الروبوتكس والتكنولوجي، وإن إحنا سواء إن إحنا هنقدر إن إحنا عشان نوصل الروبوتات اللي كانت بتوصل الطلبات، أو الروبوتات اللي كانت بتعقم، أو الروبوتات اللي كانت بترشد الناس. طبعا غير التكنولوجي اللي شفناها في الكلوزنج سيرموني امبارح، طبعا احنا ضربنا للعالم كله يعني مثل عظيم جدا، ان احنا نقدر كشباب مصريين فينا طاقات خلينا نسبق سنين وباقل الامكانيات كمان. وده مش الكلام ده اللي احنا بنقوله، لا ده حقيقي، ده الفيدباك اللي جالنا من كل الحمد الناس لله. اللي كانت شاركه امبارح في المنتدى يعني. الحمد لله. طيب محمود، انا عايز اتكلم معاك عن مشاركتك في منتدى شباب العالم بنسخته الرابعه في شرم الشيخ، واستفادتك من هذه المشاركه، وازاي اساسا شاركت؟ وانا طبعا يعني شاركت كمتحدث او كملهم في ايفنت انسباير دي. كنت طبعا اللجنه المنظمه للمنتدى تواصلوا معايا بحيث ان انا اعرض يعني قصتي او قصه صعودي او نجاحي في مجال الذكاء الاصطناعي، وان ازاي قدرت ان انا انجح هنا جوه مصر وباقل الامكانيات، ازاي يعني هوري المثل ده للاطفال الصغيرين بحيث ان انا اوريهم ان احنا نقدر نعمل ده، وان في ان انا اديهم امل ان ممكن يقدروا يعملوا ده بشويه مجهود وشويه يعني بس اللي هو شويه مثابره، نقدر ان احنا نحقق ده، ونقدر ان احنا نوري لكل العالم احنا هنا كشباب موجودين، ونقدر يعني نعمل حاجات مش موجوده قبل كده في العالم وفي اصعب مجال، ونقدر نحصد جوائز دوليه برضه في اصعب مجال اللي هو مجال الذكاء الاصطناعي. صح. اللي هو انا مش لازم ان انا اهاجر، وبالفعل ضربت المثل ده وقدمته طبعا امام سيده مصر الاولى السيده انتصار السيسي. وده الحقيقه اللي انا عايزه اكلمك فيه يا محمود، يعني السيده انتصار السيسي اشادت بيك وبانجازاتك العلميه، وكمان وصفتك بفخر شباب مصر، ازاي شفت الاشاده دي؟ هو طبعا يعني انا بعتبرها يعني هي ام لكل المصريين، وفعلا يعني لما شرفتني طبعا عشان تشوف التوك بتاعتي ده اداني حماس كبير جدا علشان ان انا اقدر اكمل، حتى يعني كنت بتكلم وبقول الكلام ده بحماس، والكلام بتاعي ووصل للناس كلها في قلوبها حقيقي. كمان يعني اللي قالته لي ده يعتبر تكريم كبير ليا طبعا، وكنت سعيد جدا جدا بتشريفها يعني، ويعني وتواضعها واهتمامها ودعمها للشباب يعني حقيقي مثال عظيم جدا جدا للمرأة المصرية. الحقيقة احنا بنشكرك الشكر الجزيل ليك المهندس محمود الكومي الحاصل على جائزة جنيف للاختراعات وأحد المشاركين في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. طبعا شيء مشرف أن يكون في مصر فيها هذا الشباب الواعي المثقف المتطور اللي عنده قدرة أن هو يضيف شيء إلى المجتمع وإلى العالم وإلى الاختراعات.